لا مهمة بس بعد. هسه اكون صريح وياي، انت بوقتها قلت انه ماجد المهندس اشترى منك الاغنيه ب 400 دولار فقط، رغم انه روتانا كانت سامحت له انه يدفع اكثر. جزء اقل. هو جايك عليها، انا جيت وقلت اقول انها لك، قسطت لك اياها شهريا هم. جيت اقول لك إيه إيه، بس ما سرقها، لا زين. سويت له تنازل. والرجل بس كان الظروف، يعني ظروف الرجل، قال انا يعني هو كانت ال 100 دولار 200 الف عراقي، فهو سوى جايم للعراق يعني ظاهره من الاردن كذا. فقال لي ابو علي اغنيه اريد قوه قوه، اعطيك 200 دولار زين هواي هاي. قلت له معناته نسات المال الاولاد بالسبع ما ادري قد، فمو عوف اذا ما عندك. فالرجل هو قابليته، قال انا ادفع لك اياها، يعني ايش مدري عبالي تدفع ليها بنفس الوقت. فانا حكيتها من باب النكته، يعني انه اصدقائنا انك، بس هو الظاهر زعل يعني. فبقى ينطيني بالشهر 100. قلت له يا ابو عوف ماجد والله ما رايتن اصلا انا، بس قال لي مو اجي من شهر جد دبي، ومرات العصر يصير ازدحام وروح وتعال. قلت له ها ماجد، قال لي والله على ما دبرت لها محاولتك لتعوفه. قال لا والله. فالشهر ثاني ثالث قلت له بايع لك ثلاجه انا. يلا قلت له بايع لك ثلاجه، دلاله بايع لك ثلاجه قاعد سديد يا اخي لا تتبعها عوفه.